السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نضيف نقطة عن الفيديو السابق اللي شرحنا فيه كيف أربط بدلتين سيب ترنك زونتل بلس عشان يتكلموا مكالمات داخلية بين بعض. زي ما احنا شفنا، احنا ربطنا في بي ان بين الفرعين لأنه البدلتين على نفس الفي بي ان سيرفر، كل واحد شغال كفي بي ان كلاينت، وتم الاتصال بين الفرعين زي ما شفنا بالسيناريو القديم. رح نضيف بهذا الفيديو نقطة مهمة وكتير تستخدم بربط الفروع، انه مثلا انا بدي استخدم الخط الخارجي او خط الوزارة، تمام، تبع البدالة الثانية اللي مربوطة معي من البدالة الأولى. يعني لو ضغطت مثلا بهذا الإكزامبل 8 بعدين الرقم، راح أستخدم خط البدالة اللي أنا ربطت معه. فالإضافة اللي حنضيفها مثلا، راح أروح على البدالة اللي هي البرانش الأول، راح أعمل بروفايل نمبر، راح أسميه use site b line. زي ما تعلمنا، ممكن احنا عشان اسهل عليكم، زي ما احنا شايفين في الكويت لوكال، مثلا لو البدلتين قلنا مثلا فرع الكويت، بناخذ كوبي اللي هو النمبر بروفايل تبع الاتصال الخارجي لأرقام الكويت. وشو حضيف عليه؟ أنا بدي أتصل على أرقام كويتية من خط البدالة اللي هي الفرع الثاني، use line of site B، تمام. حنضيف هون 8 هون 8. يعني أنا ضغطت 8 بعدين الرقم، المفروض أستخدم خط البدالة الثاني. فشو حعمل؟ بنفس الشي حروح على البدالة الثاني، رح أعمل سب بروفايل أسميه from site A out، نفس الطريقة 8 بعدين الرقم. ليش أنا عملت هيك؟ طبعا الفرع الأول حيتصل 8 بعدين الرقم، وحتوصل على هذه البدالة نفس الديجيت اللي ضغطتها. أنا ما راح أخفي شيء، يعني مش زي ما قلنا إنه أدي بريفكس وبالمانيبيوليشن إنه حخفي ديجيت. هاي الديجيت كلها حتروح من سايت A للسايت B، حتوصل. ضل أعمل، راح أعمل outbound route بالبرانش A، هسميها use branch B line. أي local extension بستخدم النمبر بروفايل اللي هو 8 بعدين الرقم الخارجي اللي بدي أتصل عليه، الديستنيشن حيكون السب ترنك للبدالة الثانية. أنا وصلت البدالة المكالمة للبدالة الثانية. هلا من البدالة الثانية راح أعمل inbound route، حسميها from site A out. أي شيء بيوصلني من branch الأول النمبر بروفايل اللي هو from site A out، لأنه زي ما احنا شفنا أي شيء بوصلني 8 بعدين الرقم الكويتي زي ما ضفنا بالنمبر بروفايل بين الفرعين، الديستنيشن شو راح يكون؟ راح يكون خط الوزارة زي ما احنا شايفين. هيك مجرد أعمل هيك، البدالة اللي هي السايت A راح يستخدم الخط الخارجي للبدالة الثانية إذا ضغط 8 بعدين الرقم. وإذا حبينا نعمل العكس، إنه من برانش B مثلا 7 بعدين الرقم، نفس الطريقة.
طبعا لو فرضنا انا عندي set trunk بتبدل الثانية، ما ننسى انه لازم اعمل manipulation زي ما شرحنا قبل. بعد هيك بعمل save و apply، وهيك بنكون شرحنا بهذا الفيديو كيف من بدالة زونتل بلس استخدم الخط الخارجي او خط الوزارة الموجود على البدالة الزونتل بلس للفرع الثاني اللي انا عملت معها ربط عن طريق سيت ترانك.